نوعين من الكاري هنشتغلهم مع بعض الاثنين. واحد زي ما اتفقنا هنعمل الصوص بتاعه بحليب جوز الهند بطريقه الطريقه الاسيويه الاصليه اللي ممكن يكون فيها حليب جوز الهند، مكون غالي او غريب بالنسبه لبعض الناس، وهنعمل واحد تاني بطريقه كده ايه مصري يعني، بس برضه هيطلع حلو. علشان حتى انا مثلا في البيت مش دايما عندي حليب جوز هند، يعني ممكن اكون نفسي في كاري دلوقتي بس ما عنديش حليب جوز هند، فهتصرف. فاحنا النهارده هنعمل التصرف. يلا كاري اللحمه، هنحتاج كيلو لحمه متقطعه جوليان، وهنحتاج معجون كاري اخضر، معلقه صغيره زعفران باودر، 500 ملي حليب، كوبايه مرقه لحمه، وزيت نباتي، وزبده، ونشا، وملح، وفلفل اسود. ده بالنسبه لكاري اللحمه. اهم حاجه بقى في الدنيا ان انا يبقى عندي ووك مولعه نار سخنه جدا جدا جدا، وانا عندي ده هنا. انا حاطه للكاري زبده، بتفرق قوي بالنسبه لي في طعمه، بتخليه احلى بكتير، بس انا خايفه من الزبده على الزبده دي تتحرق، خصوصا ان انا مسخنه الطاسه جدا. فعشان احمي الزبده من ان هي تتحرق انا عملت ايه، حطيت شويه زيت الاول. يلا بينا، شويه زبده مع الزيت، يعني هي الحقيقه طلعت حته كبيره قوي، فانا ممكن ابدل. خلاص هستناها تنزل في الطاسه وتسيح تماما، وهاخد اللحمه كده في ايدي، طبعا ما بتتبلش ولا اي حاجه، وانزلها واحده واحده، ما كومهاش، اوزعها. وعلى طول هاجي او اديها فرصه بس تاخد تشويحه بسيطه والكاري جنبي. النار عاليه ما بتوطاش، واللحمه بتاخد الصدمه بتاعتها، وكل اموري تمام. هجيب معايا معلقه عشان احط بيها الكاري، وانا زي ما انتم شايفين مستنيه اللحمه تاخد صدمتها براحتها خالص. تقليبه كده، لحمه بوفتيك مقطعينها جوليان، او ممكن لحمه مكعبات صغيره كده زي الاستراجانوف برضو تنفع، مفيش مشكله. وهنسيبها على النار تاخد تشويحه بسيطه، بس انا الحقيقه مش عايزاها تاخد التشويحه دي لوحدها، انا عايزاها تاخد التشويحه دي مع الكاري. ليه؟ عشان ده بطريقه ما هيتبل اللحمه اولا، ثانيا ده هيطلع طعم الكاري جدا. فانا هاخد الكاري طبعا بكميه على قد ذوقي، انا عايزه كتير انا عايزه قليل، انا يعني مش بحبه كتير قوي يعني، بس برضه مش قليل، بحب احس بوجوده. فكده كويس قوي، هبدا اقلب اللحمه مع الكاري الاخضر اللي بصوا على طول هيديها لونه، على طول اديها ريحته، وهيتبلها من غير ما ابقى اضطريت اتبلها، وهسيبهم يتشوحوا مع بعض على النار براحتهم خالص. في ناس بتحب تشوح الكاري الاول وبعدين تنزل عليه الحاجه اللي بيعملوها دي، برضو طريقه مش بطاله، بس انا ما بحبهاش لسبب واحد بس، لانها بتغمق لون الكاري، ما بتتخليهوش فيه اللون الاخضر الزاهي ده، او الخضار بياخد لون غامق شويه، فانا مش بحب اشوف كده، بفضل ان انا اسيب الخضار بتاعي بنفس اللون الخضار اللي في الكاري يعني اللي انا عملته بيه. كده عملنا الكاري الاخضر، وهنسيب اللحمه تتشوح لحد ما نيجي لمرحله الصوص. تعالوا نقول مقادير الفراخ عشان نعملها برضو واحنا شغالين هناك بالمره، واحنا واقفين نعمل الفراخ. كاري الفراخ بقى هيبقى هو الطريقه اللي بجوز الهند. هنحتاج كيلو من صدور الدجاج متقطع مكعبات، هنحتاج معجون كاري احمر، معلقه صغيره من الزعفران الباودر، و500 ملي من حليب جوز الهند، كوبايه مرق الدجاج، وزيت نباتي، وزبده، وملح، وفلفل اسود. واللحمه دي بتتشوح مع الكاري، هحط لها الزعفران الباودر وهو اختياري، انا ممكن ما احطوش، لكن هو بيدي لون وريحه وطعم احلى بكتير للكاري اللي احنا بنعمله. بصوا اول ما تحط الزعفران شايفين اللون فرق ازاي، فانا عشان كده بحب اضافته، ده غير ان ليه طبعا شويه ريحه مش قويه قوي بس ليه، وليه شويه طعم برده مش قويه قوي بس ليه. كل حاجه بنضيفها لاكلتنا
بتفرق جدا. وانا بحب قوي اجيب لكم دايما وصفات انتوا عارفين من مطاعم، من مطابخ تانية، ولكن اكون عارفه وواثقه ان هي مش هيكون فيها حاجه تتنافى مع ذوقنا كمصريين في الاكل وهنحبها. فالكاري اللي احنا بنعمله النهارده ده من الحاجات اللي انا واثقه ان احنا كمصريين هنحبها جدا، خصوصا لو احنا بنحب الاكل السبايسي. ماشي، ايه الفراخ؟ زبده وشويه زيت، هضيف شويه زيت، ومع شويه الزيت هضيف، فاكرين حته الزبده اللي شلتها؟ مش هرميها طبعا، هستخدمها، فهي دي اهي. الفراخ معايا هبدأ انزلها واحدة واحدة، الفراخ هتتشوح، هسيبها دقيقة بس ونبص هنا اللحمة حصل فيها ايه. برضو بصوا بقى الكاري منزل ميته وحاجة فظيعة، اللحمة قاعدة تشرب منها، ويعني طعم ولا أحلى من كده. طيب أنا هعمل إيه دلوقتي عشان أكمل كاري اللحمة ده؟ أنا هحط له اللبن والمرقة، مش هحط نشا دلوقتي خالص، النشا في الآخر تماما. أنا هسيب كده شوية اللبن دول للنشا، هاجي هنا أضيف المرقة، هسيب اللحمة تستوي مع المرقة عشان تبقى في كده ايه اساس للصوص، اخد نكهة فظيعة طبعا من الكاري ومن اللحمة ومن كل حاجة تانية. هسيبهم على النار مع بعض يغلوا، والمرقة دي تتبخر شوية كمان. وهنا الفراخ مش ناقصها غير الكاري بتاعها، فهاجي ناخد بقى شوية كاري احمر للفراخ، طبعا تاني الكميات براحتكم، تقدروا تزودوا او تنقصوا على حسب الذوق وعلى حسب انتوا بتحبوا قوة طعم الحاجة ايه، وعلى حسب برضو انتوا عايزينها حامية قد ايه، لما الكاري ده في فلفل، فكل ما هنزود بالتأكيد هي هتكون حامية اكتر. هقلب الفراخ مع الكاري، وملاحظين حاجة، انا ما حطيتش ملح خالص. طب انا ما حطيتش ملح ليه؟ لان انا حاطة ملح كتير في معجون الكاري اللي عملته. بعد شوية هدوق، ولو لقيت نفسي محتاجة ان انا اضيف ملح هضيف، ولكن ما تسرعش واضيف من الاول نظرا لان الكاري عندي فيه كميه ملح كبيره وكميه توابل كبيره وبشر ليمون، فممكن كل ده يغنيني عن الملح. هسيب الفراخ تاخد تشويحتها وتاخد سواها المبدئي مع معجون الكاري الرهيب اللي ريحته يعني مهما اوصف لكم مش هعرف. هنا اللحمه بتغلي كويس جدا وعماله تستوي في المرقه اللي من الكاري، وزي ما انتم شايفين اللون فظيع. مع الفراخ برضو هحط الزعفران الباودر، وبفكركم ان في البوست السوشيال ميديا موجود على صفحه القناه بي ان سي فود، تقدروا تسيبوا لنا عليه اي سؤال محتاجين تسمعوا اجابته اثناء الحلقه، هنجاوبهم كلهم. وطبعا احنا تحت امركم في اي اسئله محتاجين تعرفوا اجاباتها، بتنورونا دايما وبيساعدنا ان احنا نكون في مساعدتكم. الزعفران الباودر اتضاف مع الكاري الاحمر فعمل اللون الاورنج ده. طيب لو بصينا بقى على الاثنين هنلاقي مع ان الاثنين فيهم زعفران بس اللون مختلف، هنا احمر كده ايه اورنج محمر، وهنا لا اصفر مخضر. فده بالظبط المنظر اللي انا عايزاه، عايزه اشوف مناظر مختلفه، الوان مختلفه، اقدر في المرحله دي اضيف بصل، اضيف بسله، اضيف جزر، اضيف بطاطس، اضيف مشروم، اي خضار انا عايزاه في الدنيا. اقدر اعمل نفس الوصفه دي بسي فود، اقدر اعملها بخضار، بس انا بديكم الاساس، لكن طبعا حضراتكم نوعوا زي ما انتم عايزين. يعني حتى البتنجان نقدر نقليه ونحطه مع الوصفات دي. هعمل حاجه واحده وهي ان انا هحط المرقه للفراخ، هي كمان احنا حطينا المرقه للحمه وهنحط دلوقتي المرقه للفراخ، وهنسيب الاثنين يكملوا سواهم في المرقه دي او يتشربوا بيها عشان نكمل. اللحمه على النار، الفراخ على النار، كل امورنا ماشيه زي الفل. طيب اللحمه دي اغلب مرقتها اتبخرت وبقى في صوص تقيل شويه، انا كده تمام ممكن اكمل. هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد شويه من اللبن هضيفهم، وهاجي على شويه اللبن التانيين
ادوب النشا فيهم. فانا كده هاجي، ممكن على فكره ما اضيفش كل مقدار السوائل لو انا مش عايزه الصوص كتير، حاجه ترجع لحضراتكم. انا مثلا هسيب الحبه دول لاحتياطي، لو عوزتهم هبقى اضيفهم. وهاخد قد مثلا كده معلقه صغيره ونص مثلا من النشا، هدوبهم في اللبن. وبما ان اللبن ساقع فالنشا هيدوب فيه على طول من غير اي مشاكل. اللبن زي ما قلنا هو عامل الربط. يعني ايه عامل الربط؟ يعني اول ما نحطه الصوص ده هيتقل مننا، مش هيبقى سايل خالص كده وهيمسك نفسه. طيب انا كده اول ما احط الصوص بوطي درجه الحراره او بخليها متوسطه، وانا بقى حره اتقل الصوص لدرجه ايه. طيب الفراخ الحلوه دي بقى هنعمل فيها ايه؟ هنضيف لها حليب جوز الهند. طبعا خلينا واقعيين، يعني الكاري اللي معمول بحليب جوز الهند حاجه، والكاري اللي معمول بطريقه اللبن والنشا حاجه تانية خالص. هتقولولي مين احلى؟ طبعا اللي بحليب جوز الهند ده يعني ايه، طعم كده من عالم تاني، انتوا مش فاهمين هو حلو ازاي. وقوام حليب جوز الهند رائع ازاي، مع شويه رز بسمتي ابيض مسلوقين مع كام ورقه لورا وكام فص حبهان. اوف يا جماعه، اكله كمان محترمه، يعني تاكلوها كده وتبقوا مش عارفين تعملوا ايه، مش عارفين تبطلوا. واللحمه هنا زي ما انتم شايفين برضو انا عماله اقف بعيد خايفه يجي على لبسي، عشان ده طبعا فيه زعفران ممكن يبقع، فخدوا بالكم على لبسكم برضو وانتم ايه بتشتغلوا. والكاري كده زي الفل. طيب انا عايزه اطمن اللحمه دي استوت ولا لا، فممكن اخد واحده على شوكه. انا متاكده هي غالبا استوت، بس يعني ايه ممكن تعتبروني بتلكك مثلا عشان ادوق. انا ما باكلش سبايسي قوي كده. فظيعه، مش محتاجه اي ملح، الحمد لله اني ما ضفتش ملح. اللحمه فيها سنة شدة، ده مش غلط بالمناسبة، يعني هو مش المفروض اللحمة تبقى بتدوب في بقنا، احنا مش عاملين موز مسلوقة يعني. فسنة الشدة دي مفيش فيها أي مشكلة يا جماعة، ومجرد قعدتها في الصوص بتخلي سنة الشدة دي تروح. اللحمة دي كده خلاص بالنسبة لي كفاية، ولا محتاجة ذرة حاجة، هي كده زي الفل زي ما هي. أشوف الفراخ إيه اللي حصل فيها، ممكن أجيبها على العين اللي جنبي هنا. وشايفين مع ان الاثنين فيهم زعفران باودر بس اللونين مختلفين تماما، زي الفل. اللي نفترض ان انا عايزه اتقل الصوص بتاع الفراخ شويه، ممكن ممكن ما يجراش حاجه، ممكن اضيف شويه نشا متدوبين في شويه لبن، او ممكن اعتمد على اني اكثف الصوص. بس بصراحه انا بحب الصوص كتير فببقى عايزاه يتقل من قبل ما اضيف، من قبل ما اسيبه يتكثف. فممكن اضيف شويه نشا مفيش مشكله، معلقه صغيره كده برضو هدوبهم في شوية مية أو شوية لبن. وهضيفهم على الفراخ. بعمل ده ليه تاني؟ عشان أنا عايزة الصوص كتير، لو أنا بسيبه يتكثف لحد ما يتقل بيتقل يعني بيقل قوي، وأنا لا، عايزة أستمتع بالصوص الجميل ده على الرز، مش عايزة أفرط فيه بصراحة. فهاخد شوية نشا أدوبهم، مش هيأثروا في الطعم إطلاقا، وهيدوني كمية الصوص الكتيرة اللي أنا عايزاها. تقليبة صغيرة كده بس، وعلى طول الصوص تقل مجرد ما ضفنا النشا. لقيت نفسي الصوص ما تقلش كفايه، عادي جدا بزود نشا تاني بنفس الطريقه، عادي جدا. طيب اتمنى ان انا ما اكونش لقطت نقطه زعفران يعني، ويعني اطلع من الحلقه سليم. ودايما الكاري بيتقدم معاه سلطه زبادي، وانا بحب قوي الحاجات المدروسه في التقديم. يعني ليه بنقدم مع الكاري سلطه زبادي؟ تعالوا كده نفكر مع بعض. الكاري طبق متبل قوي كله توابل شديدة جدا، فسلطة الزبادي بتهدي الطعم الشديد ده اللي ممكن يكون بيزعج حد أو بيتعب معدته. فبناكل معاها سلطة الزبادي عشان نتخلص من أي إزعاج ممكن يحصل لنا من الكاري على طول أول بأول، ما نستناش إن الإزعاج يحصل، وإحنا من وإحنا بناكل على طول نقوم مقدمين معاه سلطة الزبادي، نقوم متخلصين من أي إزعاج ممكن يكون حاصل. الكاري بتاعنا الأحمر هنقدمه حالا، انا بس يعني عايزه اعمل شكل حلو للطبق ده عشان الكاري شكله عاجبني. حالا اديني بس فرصتي من فضلك. الكاري، الفراخ، بصوا اللون وبصوا المنظر. تعالى يا حمدي انت سايب الكارثه اللي بتحصل هنا دي، بص الجمال، شايفين المنظر والحلاوه والالوان والطعامه
وطبعا مش هحكي لكم عن الطعم بقى، يعني ده موضوع لوحده. يلا.